نرجع بس نقول كده يا كريم، لازم نهني انفسنا ولازم نفرح بقى، مش عايزين اللي هو الموضوع يعدي بسرعه. ايوه اه طبعا احنا لسه في البدايه جدا، بس لما تبقى بدايتك حلوه ده بتبني عليه كتير ان شاء الله خير في الفترات اللي هتبقى لاحقه لده. مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته واللعيبه ولينا كلنا. يعني الاختبار الاول زي ما بيتقال كده تم خلاص بنجاح، عبرنا الحمد لله لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا بعد اجتياز زي ما بنقول، يعني هي مش عقبه قوي بس برضو كانت فتره او اختبار مش سهل امام طبعا اتحاد المنستيري التونسي ذهابا وايابا. والفريق ده ليه بنفضل نقول عليه كده؟ لان هو فريق مكافح، فريق عنده كان يعني رغبه شديده جدا وعنده كان عزيمه وعنده كان شغل على الارض بيتم واستعدادات وحاجات كتيره قوي كان بيقدمها هذا الفريق الصاعد بشكل كبير الثاني على الدوري التونسي. لا هو حاجه كانت محترمه جدا طبعا ومن اقوى كمان نتكلم دوريات يعني القاره الدوري التونسي. فلما يبقى هو وصيف او انت بتلاعب وصيف نادي الترجي اعتقد ده برده ما كانش من الامر السهل، يعني ان حد يجي يطلع يقول لك ما انت بتلعب الاتحاد المنستيري يعني ما انتش. لا كانت مباراة كويسة ذهابا وإيابا، والحمد لله كمان مش بس ان انت بتحصل زي ما بنقول تاني على سكور او انت بتفوز، لا انت ابتديت تفهم دماغ هذا المدير الفني اللي جاي واللي كلنا مترقبين كولر هيعمل ايه مع الاهلي، الاهلي مع كولر هيعمل ايه، يعني من هنا ومن هنا متوقعين ان شاء الله خير. بس بداية كده يا كريم وهنتكلم طبعا عن يعني بعض الفنيات والداخليات اللي حصلت واللي شفناها والجمل التكتيكية وغيره، لكن بداية كده نقدر نقول الحمد لله الاهلي بيستعيد تاني يعني مكانته مرة أخرى بعد يمكن يعني تعثر كان بسيط بيحصل لكل أندية العالم مش بس النادي الأهلي، وده ليس دفاعا لكن أنا بتكلم بلغة المنطق والواقع، وهو ده اللي بيحصل في كل العالم مع أقوى الدوريات ومع أقوى الفرق اللي موجودة يعني في كرة القدم العالمية. فالحمد لله نقدر نقول كده إحنا بنبني على زي ما تقال إيه على جديد أو بتبني يعني بأساس كويس جدا.